قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق معروف كالخيمة ونحو ذلك. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل. قيل المهل الزيت المغلي يشوي الوجوه، إذا قرب إلى الشخص بخاره قبل أن تتناوله الأفواه بخاره يشوي الوجوه، فكيف به إذن إذا كان عياذا بالله بخاره يشوي الوجوه؟ فكيف بمذاقه؟ كيف بمذاقه؟ قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أهم. ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. كما قال تعالى في شأن النار: أحاط بهم سرادقها. فالنار مغلقة على أهلها، إذ الله قال: عليهم نار مؤصدة. وفضلا عن ذلك، فإن الله قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فإذا كان الشخص ينام فرشه النار وغطاؤه النار، وكذلك هو محبوس فيها في عمد ممددة داخل أعمدة، وكل ذلك محاط بالسرادق، أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الارتفاق المكان الذي يرتفق الشخص فيه، قيل يتكئ فيه على أحد الجانبين كالاتكاء، وقيل الارتفاق غير ذلك المراد به الاستضافة، وثمة أقوال أخرى.